السلام عليكم خوتي وصحباتي واللي معايا في الجروب، تنسلم عليكم بزاف وجمعة مباركة، وتنتمنى ان شاء الله، اللهم بلغنا شهر رمضان، الحمد لله يا ربي طاحت الشتاء والحمد لله، والله الا فرحنا، والقلب ديالنا تغسل، واخا طاحت عندنا في طنجة شوية، بقى في الداخلية طاحت بزاف، ولكن عندنا شوية ماشي بزاف، وتنتمنوا ربي سبحانه وتعالى الطيح وغير على وجه هذوك الكسيبه مساكين وهذاك الشيء. واليوم بغيتكم جلسه قلت غادي تشاركوا معايا الغداء ديالي. اليوم الغداء ديالي غادي ندير يباون، غادي ندير الفول مشرمل بطريقه مغربيه. ها نتوما جبتو غسلتو ونقيتو ها الصغير، وهذا اللي بقى لي طري، ما المهم الا كان تامر هي هذيك طري تيعجبني انا نديرو باب القشور بهذه الطريقه. ها نتوما شوفوا بهذه الطريقه طري زوين، ما سخيتش نلوحو نحيدلو زعما نديرو، بغيت نخلطو تنديرو بهذه الطريقه. ها نتوما شوفوا ها نتوما تيجي وكلو في هذا الوقت، هذا الوقت وقت يباون زوين، المهم اي حاجه في الوقت ديالها صحيه بحال هذا الشكل. تنقطعها ها نتوما وغادي نشاركوم، غادي تشاركوا معايا الخبز الزرع، غادي ندير الخبز الزرع، غادي نعجن الخبيزات ديالي، ودرت اللي قدني وصافي معايا انا غير بوحدي، شاركوني انتوما. وانا عندي الفول ما نكذبش عليكم، عندي عزيز بزاف في الموسم ديالو، تناكلو بزاف وتيجي زوين بالطريقه هذه اللي غادي نوريكم، طريقه زوينه انتوما شوفوا. غادي ندير هادشي كامل نتوما كيفاش تيجي، شوفو مغسول معدل، شوف تبارك الله باقي طري غزال. انا كملت دابا هانتوما، دابا غادي نجيب الطنجره ديالي، عندي طنجره صغيره على حسابي هانتوما بسم الله. هانتوما تبعوا الطريقه ديالي غيجيكم واعر هانتوما بسم الله. وعندي الشرميله القزبر انا تنعدلو ها نتوما شوفوا، تنعمل الثومه وتنعمل الحامض، تنعمرو بالحامض والكمون والسوداني، وتندير الزيت، الزيت العود كانت ملي كانت الزيت رخيصه تندير الزيت العود تتعز عليا تشرب بزاف. عملت خلطتها بالزيت العود وسميتو الروميه، تجيني ساهله من تيكون الحوت ولا الطاجين كتشدو تدير بسم الله. ها نتوما فيها الكمون فيها كل شيء، الشرميله تجي زوينه ها نتوما. ودرت شويه د سميتو، درت شويه د الكمون والسوداني والخرقوم وفلفله حمراء عدلتها بيدي، تتبان لكم هكا كحله ولكن لا كي تنديرها تتولي حمراء. انا ما تتعجبنيش هذيك اللي تتبع، ما تناكلهاش نهائيا يعني نقول لكم الصراحه. وعندي الملحه معايا انا، تنقص الملحه، عندي الملحه الغوز خاصه بالناس الطانسيون. هيا بسم الله صافي ثم غادي نعمل زويته بلديه وعطى الزيت الروميه ما كاين مشكل هانتوما. جبت الشرميله هكذا، وعندي سميتو مع الثومه دايرها، ولكن غادي نزيد الثومه، انا تتعجبني الثومه بسم الله. ندير واحد الراس غير واحد، قاش بينا راه درتها في الشرميله، عندي نديرو الشرميله القزبر غسلوه مزيان ونشفوه وتقطقوه وديروه مزيان، اللي عندكم هذاك المولين ديك سبحان الروبو تدوزو فيها وتتعملوا في القرعه تتعقموا القرعه. ودابا المهم دابا غادي نغطيه، دابا غادي نديه، غادي ندير شويه د الماطيشه حكيتها، غادي ندير غير شويه باش ما تجيش مكنزه، غير شي حاجه هانتوما شويه شي بزاف. دابا غادي نردها الطنجره، غادي نردها في يا ربي في البوطاكاز على العافيه. دابا غادي نجي شاركوني في الخبز ديالي الزرع، هاد الزرع عندي درت الخميره، درت الملحه، درت شويه زيت العود وعملت الملحه وهداك الشيء على حساب الذوق. ودابا عندي هذا مطحون على اليد الزرع، والمهم الا كان بارد الحال ديرو شويه د الماء، المهم
المهم العجين راه ما كاينش اللي ما تيعرفش يعجن. المهم انا غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش تنعجنوا كيفاش تنعملوا. حنا ما تندلكهاش غير تنخلطها بحال هذا الشكل. ثم عاد طحنتو البارح، جبتو ماء أسرع من ضربة غسلتو طحنتو. أنا ما تن الخبز تنعجنو بيدي وأكثرية تناكل الزعر الصراحة. كل واحد حتى الفرص راه زوين تا هو اللي تيعرف يعجنو بلا ما دلكو. هانتوما شوف الطريقة ديالي تنعملو غير هكدا بالصبعين ديالي هكا. ما تدلكو ما تصدعو راسكم معاه غير هكدا شوية وعملوه خفيف شوية. تنعملوه انا خفيف تيجيو خبيزات زوينين. واللي بغا اللي بغا باش يجيو مفشفشين ويجيو رطب الى عند اللبن. اللبن الى كان عندكم ما تلوحوش واخا يحماض خليوه في الثلاجة، ومنين ديروه عملوا شي معلقة ولا جوج وعجنوا به. راه هاد السر عند المخبازات. هانتوما صافي جمعتو. دابا غادي نعملو هادي وغادي نغطيه حتى يخمر. انا درت غير جوج خبيزات ولا ثلاثه صغيورين على حساب ديالي انا. هانتوما صافي يخمر. دابا غادي نرجعو نمشيو نشوفو الطنجره ديالنا. الطنجره ديالنا شوفو انا دابا راه مجهده شويه البوطه، ولكن خليوه يطيب غير في العرق ديالو. انا دابا غادي غير نقليه شويه حتى يدير، وغادي نقص عليه بالزيت مزيان وغادي يبقى ونغطيه وغادي يبقى يطيب غير في سميتو غير في البخار ديالو. هانتوما شوفوا مزيان اش ندير، وغادي نغطيه صافي وغادي نقصو مزيان وغادي نخليه. من بعد غادي نرجع لكم. هانتوما شوف كيفاش تيتبلى. انا نسيت ما عملت عملو فيه شويه طريف الحامض لا بغيتو على حسب المقدار د الفول اللي باون انا. المهم درت على جبت كيلو ونص، هي هذيك خرج لي هي هذه مع هو ما تامش بزاف. تنعمل عندي الحامض مرقد، عملت غير هاد الطريف هذا لأنني انا تنخاف على الملحه لأنه هو تيترقد بالملحه. ولا كان الليمون طبيعي الحامض طبيعي ما كاين مشكل. هانتوما دابا غادي نزيد نقاس عليه بزاف ويطيب على خاطرو. دابا غادي نمشي خمرات لي العجينه، غادي نكرس العجينه. دابا غادي نقاس مزيان بوطه صافي. هانتوما العجينه ديالي خمرات دابا غادي نقرصها. بسم الله نقرصها تعطيني صافي. كل واحد يقطعها على من ما بغى على حساب كبيرين خبزات ولا صغار. انا تيعجبوني تنديرهم هكذا هذا الشكل هذا. انتوما الخبيزات انا تيعجبوني. ها جبت التبصيل، ها هو التبصيل بسم الله. ندير وحده هنا ما تدلكيها ما تدعي راسك معاها ما والو، ديري بحال الطريقه اللي عملت صافي وخليها حتى تتخمر تطلع تتخمر صافي. لبسوها هانتوما خرجوا لي خمسه د الخبيزات صغيورين. انا تنقرصهم في نفس في الطبسيل
لي صغيوره شويه. بسم الله عملت الوانطيس مع ايباون تيكحلوا اليدين. زاد صغار صافي راه كلشي تيعرف يقراص، كلشي تيعرف يعجن، غير الطريقه اللي عطيتكم زعما زوينه بلا ما الواحد عاد يصدع راسو، الطريقه اللي درت دغيا تتخمر دغيا. انا ما تنقويش الخميره، نقولها لكم بعدا العربيه طارت، ما تنقويش الخميره انا يعني. هانتوما انا قرصتو معاكم، درت خمسه ساعه جات ما جاش اتساع، درت غير ربعه، وهذه الوحده اللي انا من تتبقى لي تنطيبها في تنطيبها على المقله، ما تنديرهاش في الفران. فهادو غادي نديرهم في الفران دابا، غير شويه نخليهم غير طلع شويه نخبزهم، نوقفهم ها نتوما. هو بقى بالخضوره ديالو القصد اللي دابا شوف انا غادي نطفي عليه، صافي دابا طاب. دابا غادي نخبز الخبز. ايوا المهم حنا كملنا الدويزه ديالنا، شوف كي جات خاطره غزاله بناتي. ها نتوما ها الخبز اللي جات، ها نتوما شوفوا كيفاش جا بلا ديك بلا والو، جا مفشفش شوف تبارك الله. هما خبيزات الصرا هما كيفاش جا. دابا غادي نوريكم سميتو الدواز ديالنا. ها نتوما بناتي ها الشكل النهائي ديالنا، ها نتوما ها الخبيز الزرع، هذا هو الغدا ديالي. والله يعطيكم الستار، ما تنساوش الدعاء للمسلمين ديالنا اللي في اوكرانيا، ووليداتنا اللي تما تيقراو، طلبوا الله سبحانه وتعالى يجيو ثاني من غانمين. الدعاء مزيان، الله يعطيكم الستر في الصلاه ديالكم في كل شيء، دعوا مع المسلمين ديالنا. راه الحرب راهم الحرب بدا، راه الحرب عندهم، ولا اله الا الله محمد رسول الله. راه الامهات مساكين هذي حماقوا، راه هذي يهبلوا، الله يكون في العون اللي عندهم بناتهم واللي عندهم ولادهم مشاو يقراو تما، ودابا الحرب، وراه الامهات مساكين هذي يخرج لهم العقل. احنا علينا غير بالدعاء، بالدعاء الله يعطيكم الستر، وطنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله ينصرنا على القوم الكافرين، الله ينصرنا على القوم الكافرين يا ربي، وغلب الامه الاسلاميه يا ربي على الكافرين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسمحوا لي هذا هو الشكل النهائي ديالي، انت ايباون ديالي ها هو، ونهاركم مبروك والعواش مبروكه. اللهم بلغنا شهر رمضان ان شاء الله، اللهم بلغ لنا ويهز علينا هاد الحرب يا ربي اللي ما خفاتك خفيه، يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. وبسلام عليكم، وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله، وعاونوني بالعجبكم، عملوا لي عفاك اشتراك اللي ما باقي ما اشترك معايا اشترك معايا. انا دابا هادي عندي القناه الثانيه، انا القناه الاولى مشات ليا ودابا عاد بديت، و دابا انا راه غير صحاباتي زعموني باش غادي ندير. والله زعما صعيبه ملي تتمشي لك، ملي تمشي لك المراجعه وتيقبلوها لك وتجيك الكود ادسنس، وفي التالي تتمشي لك تتجي واعره. والحمد لله انا هاد القناه منسى بها، وعرفتني على ناس وصحاباتي تعرفت عليهم في اوروبا خارج الوطن وداخل الوطن، وتبارك الله تلاقينا مع ناس مزيانين وبنيتات مزيانين. والسلام عليكم والصحة والراحة، الدواس ديباول.